مرحبا، أنا اسمي ليام. أنا في الصف الثالث جيمس فاوندرز دبي. أنا أحب المدرسة. المدرسة جميل وكبير. المدرسة لونه أبيض وأزرق. ماثيو يكون المدير من جيمس فاوندرز. ماثيو يعمل في المكتب المدير. في صباح أنا أذهب إلى المدرسة بالحافلة، وحافلة لونه أصفر. لي حافلة رقم يكون 57. أنا أذهب إلى المدرسة في صباح في الساعة 7. لي المدرسة بعيدة في الساعة 8 في الصباح. أنا عندي كبير ونظيف والمشرق الصف. أنا أحب أدرس اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والموسيقى والرياضيات. لي الصف يكون على الطبق الأول. نحن عندي أحمر وأزرق كرسي في الصف. يوجد في المدرسة المكتبة كبير وقصير كتاب في المكتبة. أنا أحب أقرأ الكتاب في المكتبة. أنا أذهب إلى المكتبة مع صديقي. نحن نذهب إلى غرفة الحاسوب وأدرس الحاسوب. غرفة الحاسوب كبير. نحن نحب غرفة الحاسوب. في رأيي أنا نحب الموسيقى. نحن نعزف البيانو في غرفة الموسيقى. أنا أدرس العلوم في المختبر. أنا قايم التجرب في المختبر. أنا أحب المختبر. مختبر قريب الحمام. في العيادة طبيب والممرضة. العيادة قريب من المعلم. العيادة لدي سرير وكرسي. أنا ألعب في المعلم مع صديقي. أنا أحب المعلم. المدرسة لدي المعلم كبير. أين أنا ألعب كرة القدم ويحيط في نجيل أخضر في المعلم. أنا أذهب إلى المقصف مع صديقي وأكل في المقصف. أنا أحب أكل الخباز والفقة والبيضة والعصير. أنا أحب المدرسة جيمس فاوندرز كثيرة جدا. مع السلامة.